الزرافة شغلت المهتمين بعالم الحيوان كونها الوحيدة في العالم اللي ولدت بلا نقط. على طول لما نتخيل زرافة دائما نتخيل النقط الشهيرة في مظهرها هو اللي يميزها أكيد في أذهاننا، ولكن هذه الزرافة غيرت كل المفاهيم كواحدة من أندر المشاهد على الإطلاق. الزرافة ولدت في حديقة الحيوانات بولاية تينسي الأمريكية بلون موحد، وهي تحت رعاية والدتها اللي تمتلك نقط مثل أي زرافة تقليدية، يمكن الجينات شوية يعني أو في شيء ما أعرف، يا سبحان الله. مع أنه يعني هدف البقع في جسم الزرافة هو التمويل لحمايتها من الأعداء والحيوانات المفترسة، بس دائما يعني لازم يطلع شيء كذا غير عن المألوف.